ويستمر السجال والمناورة على حقائب وزارة الداخلية والدفاع، ويستمر التمسك بالإرهابي فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، هو مرشح إيران والرئيس السابق لهيئة الحشد الشعب الإرهابي. هو صح كان كهربائي بس عنده حس أمني ويرهم للداخلية. لو الفياض لو لا يعني لو ألعب لو أخربط الملعب. قاعد لوحدك كده سرحان، الشيطان يوزك في سكة شمال، يفضل يقولك العب يلا. كل المواقع اللي اخذتها هي كلها دون درجة وزير، بدرجة وزير لا قيمة لها. وانت الآن ده تلعب لعب أساسي بالعملية السياسية. كده ولعتنا كده خربتنا. واخيرا اللي بعبه طلي معمع، والفياض بعبه ايران وخامنئي ومشروعهم التخريبي، والكل تدري بيه والعب يلا. بقول لك انت فين انت؟ ايه ده اللي بيلعب جوه ده؟ موته موته اللي جوه ده.